أحييكم أطيب تحية، ويسرني كثيرا أن أرحب في هذا اللقاء المتجدد الذي تقيمه في تلك الجامعة الناهضة، والمدى أنه بيت وتهتم بالإنسان الفلسطيني على أن هؤلاء الأصدقاء والخريجين هم هو جديد ورائع في يعني المجتمع. الرئيس الفخري للجنة أصدقاء جامعة القدس في أمان الله وبركاته، نحييكم أيها الأخوات والإخوة الأعزاء من جامعة القدس في بيت المقدس، هذه الجامعة الرابطة.